ناصر وبوابة الخير. مداواة ألم. أهلاً يا ناصر، لدينا مهمات كثيرة اليوم، علينا إنجازها. مهمتنا الآن مداواة الألم. مستعد يا ناصر؟ حسناً، وأنا جاهز للمهمة. سأستدعي الآن بطاقة الخير. عليك يا ناصر بناء مستشفى وجمع الأدوية والمعدات الطبية لها الآن. لا داعي للقلق، فأنا مستعد لها. أتظن أنك ستنجح؟ إليك هذا إذن. الهالة الضوئية. سأعمل الخير دائماً. يجب علي أن أتذكر عملاً من أعمال الخير لشحن طاقتي. نعم، تذكرت. قمت أنا وأصدقائي بجمع تبرعات وإعانات لأطفال يحتاجون المال لاستكمال مراحلهم التعليمية. اكتمال الطاقة. تمت المهمة بنجاح. إنه شعور عظيم عند رؤية السعادة على وجوه المرضى، فبمساعدتي تمكنت من إنشاء مستشفيات مجهزة بالمعدات والأدوية الطبية، واستطعت أن أعالج كل فقير. ماذا تنتظرون يا أصدقائي؟